الآن الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام، خلاص أعطوني دقيقتين بس أعمل البث على تفضلي. الفيس وأعود إليكم إن شاء الله. أنا بعرف أن كتبت يعني غير التسجيل الآن. أي فقط دقيقتين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع، الأمور تمام يا أخوات؟ نعم، واضح الصوت. نعم تمام، نعم 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 إن شاء الله تعالى ننطلق على بركة الله. فقط هل في أستاذة، هل في شيء سميحة؟ نعم. رجاء أوقف التسجيل وأعيدي، لأنه جاري التسجيل الآن. أوقف التسجيل وأعيدي من الأول. لا، بيحدث عندي نفس المشكلة. خلاص، مش مشكلة. يقطع معي لما أي أسأل. أي أي تفضل. صارت لي مشكلة، مش عابة تتكرر نفس المشكلة يعني. أي أي لا بأس، تفضل. إن شاء الله فهمتك سامحة، لكن لا أستطيع. الله يبارك فيك، شكرا على الملاحظة الطيبة. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجنا مسلمات رائدات، في كل شهر عبر منصة المرأة المسلمة ومن خلال أكاديمية الرواد الإلكترونية يأتيكم هذا البرنامج الذي نستضيف فيه شخصية نسائية مميزة لها بصمة وأثر، معتزة بهويتها، تحاول أن تصنع فعلا أثرا طيبا وبصمة مميزة عبر يعني أي تخصص من التخصصات التي اختارتها وعبر إنجازاتها الواضحة والنيرة. اليوم يطيب لي أن أستضيف أستاذة فاضلة تعاونت مرارا وتكرارا معنا في الأكاديمية، خاصة في المعهد العلمي، إضافة إلى إشرافها على دورات وعلى يعني مراكز تدريبية وعلى منارات علمية. وموضوعها واهتمامها وتركيزها ومشروعها هو التدبر القرآني، إذ هي أستاذة في التدبر في علوم التدبر القرآني، ولها يعني عديد الإجازات ما شاء الله، إجازات في القراءات العشر وفي متن الجزرية وفي تحفة الأطفال، وهي لديها دبلوم معلمة قرآن من معهد البيان. وسبحان الله، لاحظت أيضا أن هي في بدايتها كان عندها تخصص آخر، تخصص علمي، فعندها بكالوريوس دراسات تجارية عليا من المعهد العالي للدراسات التجارية العليا بقرطاج، ولكنها ربما اختارت تجارة رابحة من نوع آخر. فسبحان الله، اهتمت بعلوم التدبر القرآني، عندها بلا مبالغة عشرات البرامج التي قدمتها، تقدم في نبراس التدبر،
وشرحت العديد أيضا من الشروح والكتب والموضوعات والإنجازات. المهم أن محور كما يقولون أهم شريحة تدور حول القرآن وعلوم القرآن، وبالتحديد علوم التدبر القرآني حول الأمثال. قدمت دورات حول أمثال القرآن والمتشابه في القرآن ومفاتيح تكوين ملكة التدبر في القرآن ودورة في مقاصد السور إلى آخره. فما شاء الله سيرة حقيقة، أرسلتها لي حافلة جدا بالشهادات وبالدورات وبالإنجازات وبالمشاريع المميزة. أرحب بالأستاذة الفاضلة فوزية وخيم، مرحبا بك أستاذتنا الفاضلة وشيختنا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بك، الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. آمين، أسأل الله أن يتقبل منك كل هذا الإنجاز، وإن شاء الله نرى إنجازات أخرى يا رب العالمين. آمين. أستاذة فوزية، لو قلنا لك، دائما أن أحب ضيفي هو الذي يعرف بنفسه، يعني مقتطفات من سيرة حياتك باختصار، يعني لأننا أنا اليوم في هذا في هذه الجلسة نريد أن نركز بالذات على مشروعك في التدبر القرآني، خاصة نحن مقبلون على شهر رمضان وأهمية تدبر القرآن في هذا الشهر. لكن من هي فوزية وخيم؟ أحسن الله إليكم. فوزية وخي من بنزرت، أو ولاية بنزرت من تونس، من تحديدا المتلين. بدأت حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي في سن يعني صغيرة، والحمد لله كان ذلك في البيت، تشرف علينا الوالدة وكذلك أختي الكبيرة بما طبعا يتيسر لنا من كتب آنذاك، كانت شحيحة آنذاك. بدأت بحفظ القرآن مع التفسير، وكلفت كذلك بالتلخيص من سن صغيرة، يعني كما ذكرت يعني مع الوالدة وأختي. كذلك ما تيسر من شروحات الحديث، يعني من كتب اللي كانت موجودة، كذلك في السيرة، في قصص الأنبياء. كانت هذه هي الانطلاقة الأولى، وكان كذلك استمريت على هذا المنوال حتى تقريبا الجامعة. في الجامعة انقطعت وانشغلت بالدراسة، كما رأيت الجامعة درست يعني دراسات تجارية عليا، أنهيت الجامعة، تزوجت وعملت 6 سنوات في شركات، كانت وظيفتي يعني مرموقة في الشركة وراتب كذلك ممتاز. في الأثناء وصلت الحفظ لكن متقطع طبعا، مع عدم الالتزام ببرنامج محدد، حتى أنهيت نصف القرآن. لما أنهيت نصف القرآن قررت ترك العمل والبقاء في البيت. كان القرار صادم حقيقة، ممكن للجميع يعني، أولهم أهلي وكل من يعرف، يعني من يعرف فوزية يعني صعب جدا أنه يتخيل أني تجلس في البيت، لكن يعني الحمد لله أنا من لحظة أني قررت الجلوس في البيت كان عندي برنامج، أو أصلا يعني وضعت برنامج قبل قرار جلوسي في البيت. وضعت برنامج لتعلم العلم الشرعي، وحقيقة يعني ليس تقليلا من هذا العمل، لكن رأيت أنا ذاك الحاجة إلى تعلم العلم الشرعي أكبر من الحاجة الذي للوظيفة اللي كنت فيها أيا كانت العمل. اتفقنا أنا ذاك مع أحد المشايخ، وكان يعني شيخ مميز حقيقة، والشيخ بن عيسى المملوك، أتشرف بالتتلمذ على يديه. كان برنامج يعني خصوصي لتدريس العلم الشرعي، وحقيقة يعني لا يعني أبخس حقه إن قلت يعني ما رأيت مثل الشيخ بن عيسى المملوك في الحفظ والفهم، وكذلك الشرح واستحضار المتون، ويعني بساطة جدا في الشرح. أخذت يعني أو عملت برنامج يعني معه، طبعا مع زوجي نفس الشيء، وكانت هذه حقيقة الانطلاقة الحقيقية في طلب العلم الشرعي التأصيلي. ثم بعد ذلك انتقلت مع زوجي للمملكة، وهناك فتح لي باب الطلب في المعاهد.
دخلت معهد البيان لأعداد معلمات القرآن، ولأني ختمت القرآن يعني من قبل، أنا ختمته في تونس من قبل مجيئي إلى المملكة، فساعدني ذلك على التفرغ لطلب العلم الشرعي. ثم دخلت كذلك معهد تدبر لأعداد معلمات القرآن، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني أعين يعني هناك مشرفة على الدبلوم العالي، حيث شاركت في إعداد مقرر المجالس وكذلك تطبيقات مقرر المقاصد مع الدكتور محمد ربيعة. هذا كان يعني في المملكة. ثم كذلك لما يعني كنت أرجع إلى تونس في الصيف، يعني أنفع بلدي بما تعلمته، قدمت الدبلوم في معهد الإمام نافع في تونس، قدمت كذلك يعني بعض الدورات هناك، قدمت دورات كذلك في مدارس عدة لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المناطق يعني في تونس. أشرفت كذلك على المجالس في عدة معاهد بالمملكة كمعهد الطائف ومعهد ابن كثير بالشرقية. ويعني سبحان الله يعني كانت الانطلاقة على النت قبل كورونا، فتحنا دبلوم على النت مع معهد الإمام نافع، فلما يعني لم يتيسر المواصلة في معهد تدبر ومجيء كورونا يعني وانقطعنا على التدريس المباشر، كانت هذه الأكاديمية فاتحة سبحان الله أن نقدم نفس البرامج العلمية. طبعا كانت في البداية يعني انطلاقة ببرنامج، ثم بعد ذلك يعني تعددت البرامج التعليمية والدعوية مع أكاديمية نبراس لتعليم تدبر القرآن الكريم. لعلي أطلت، أحسن الله إليك. هذه هي، تفضلي يا أختي زهرة. الله يرضى عليكم يا رب العالمين. السلام عليكم أستاذة زهرة. هل تستمعين إلي دكتورة الآن؟ نعم، أحسن الله إليك. يبدو أن حصل فيه فصل قليل. قلت لك استمتعت كثيرا بما قلت وأنت لم تطيلي ولا شيئا عن هذه الرحلة. أنا كنت يعني مركزة جدا معك وسافرت معك يعني في رحلتك، يعني من طفولتك وبدايات الأسرة وتأثير الأسرة من تونس إلى رحلتك بعد زواجك إلى المملكة إلى كل هذه العفو المحطات الرائعة. هنا أنا حفظك. قلت أن هناك إضاءات سيدة فوزية أو شيختنا الفاضلة، نحن في المغرب الإسلامي نستخدم هذه التعبير الشيخ والشيخة يعني لاحظت أن سبحان الله الأسرة المحضن الأول يعني هي التأثير الأول أعتقد كان من والديك في حب القرآن وحب التعلق. قلت كنا نقرأ ونقرأين مع التفسير، يعني كأن من البدايات أحببت هذا العلم علوم التدبر القرآن وأحببت التصقت بالقرآن من خلال الأسرة، أليس كذلك؟ نعم، أحسن الله إليك. يعني أنا فضل الوالدة علي كبير في هذا المجال، يعني طبعا في كل شيء لكن خصوصا في هذا المجال، فكانت الانطلاقة معها، يعني كانت الانطلاقة أصلا في البيت، سواء بالتربية يعني على الصلاة يعني من قبل السادسة يعني سنوات، يعني أنه قبل تدخل المدرسة لازم يعني تكون تصلي الصلوات كاملة، كذلك في اللباس الشرعي من البداية من الصغر، كذلك حتى في طلب العلم الشرعي والتحفيز كذلك من الوالدة الله يحفظها، وطبعا كذلك من الوالد، لكن دائما طبعا الوالدة لها الأثر الأكبر خاصة على البنت، يعني سواء صحيح. بالتشجيع يعني بالتحفيز المعنوي وكذلك حتى المادي بمحاولة يعني توفير ما تيسر لها من الكتب حتى يعني نستطيع البحث فيها ويعني دراستها. كان كذلك يعني الفضل على الأسرة كان كان كذلك للأخت الكبيرة سبحان الله، اللي غالبا ما تكون الأخت الكبيرة هي القدوة صحيح. للصغار، صحيح. فكنت يعني هي أخذت الطريق مع الوالدة ونحن سرنا، أو يعني أنا بالأخص يعني سرت معها حفظهم الله جميعا. أسأل الله أن يحفظهم لك ويبارك فيهم يا رب العالمين. جميل، إذن آمين. من الأسرة، وأيضا
سبحان الله، يعني بعض القرارات في حياتنا أحيانا، أنت قلتي حتى الجميع تفاجأ، لأنك أنت قلتي أنك تشتغلي في يعني مركز مرموق، ويعني وأكيد يعني لما درستي في الجامعة أحببتي هذا المجال الذي درستيه، المجال التجاري، ففجأة تقرري أنك أنت تغيري نمط حياتك. أحيانا بعض القرارات الشجاعة في حياتنا مهمة، أليس كذلك أستاذة؟ نحن نريد أن نوجه رسائل، يعني بعض الناس يتردد كثيرا ولا يتخذ قرار ربما سيغير حياته بصورة أفضل. يعني حقيقة من البداية كما ذكرت يعني من الأسرة، يعني أنه عندك هدف في الحياة، ما هو فقط للأكل والشرب وذلك. فيعني أنا لا أقلل من هذه المهنة، لكن كذلك يعني أنه ليس هذا هو الهدف وليس هذا هو الذي أطمح إليه. يعني الاهتمام كان يعني بأمور أخرى أهم. يعني أنا كنت يعني واضعة شيء في الميزان، يعني إما أن أواصل في طلب العلم الشرعي وكذلك جانب التأصيل اللي يحتاج نوع من التفرغ، يحتاج تفرغ يعني، إما كذلك يعني المنصب اللي أنا كنت فيه اللي يعني في شركة عالمية مع كذلك يعني منصب كبير، فيعني مع الدراسة يعني منصب يعني ما شاء الله، مع الترقيات كذلك اللي كانت حتى يعني بسرعة. يعني إما هذا أو ذاك، يعني كانت مفارقة، إما أني نواصل في هذا المجال فأترك العلم الشرعي وأكتفي مثلا بالصلاة والصيام ويعني بعض الواجبات مع ما يمكن كذلك أن يكون فيها من حتى يعني من بعض التجاوزات، أو أني يعني أتفرغ لطلب التأصيلي اللي محتاج حقيقة تفرغ ومحتاج يعني دراسات نوعا ما، يعني ما أقول حتى ولو إن لم تكن أكاديمية في البداية، يعني كانت مع الشيخ، لكن كذلك تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت. يعني إلى أنا وقت حتى لما وتفرغ وتركيز أيضا. نعم أنا حتى لما يعني جلست في البيت ما كان عندي أولاد، ومع ذلك يعني ما كنت يعني أستطيع أن أنام أكثر من 4 ساعات في الليلة، اليوم ما والليلة شاء يعني. الله ما كان شاء يعني الله. عملية وقت يعني من كذا إلى كذا عندي كذا، والحمد لله يعني هذه الخطط إلى الآن يعني جالسة معي يعني في حياتي كلها، يعني أنه تخطيط كانت كذلك من نتاج عملي، من نتاج يعني عملي بدراساتي، أنه يعني خطة من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية كان كذا، حتى كذلك أن النفس تكل يعني النفس تمل، فكان فيها تنويع في الأخذ مرة في التفسير، بعد القرآن عندي المراجعة، عندي كذلك العلم الشرعي في جوانب العقيدة، متون في العقيدة كذلك في الفقه، في كذا الفقه المقارن. صراحة يعني كذلك يعني اللي ساعدني يعني ما شاء الله كان الشيخ يعني بن عيسى المملوك، من خيرة ما عرفت كذلك، وما شاء الله يعني في حتى في تبسيط المعلومة وحتى تبسيط الطلب، فيساعدك ويشجعك بكلمات يعني ما شاء الله أنه يسهلها عليك. فلما طبعا تدخل من البداية تستمتع كذلك مع العلم اللي تأخذ، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا الأسرة ليست فقط في يعني البداية، حتى بعد ذلك يعني أنا مثلا كان في الطلب ولما يعني جلست في البيت كان يساعدني حقيقة كثيرا كذلك زوجي اللي كان يعني سواء يعني ساعدني بالبداية، يعني كان القرار مش سهل على العائلة كلها، يعني حتى كذلك عليه أني أبقى في البيت مع كل تبعات ذلك، لكن كذلك ساعدني في الطلب سواء بتوفير ما يعني أحتاجه من الكتب، سواء كذلك حتى ب يعني انه انا كنت ادرس عند شيخ، يعني انه يجيبوا زوجي للبيت حتى ادرس عنده وشوف الشيخ كان موضوع. تونسي، أليس الشيخ الذي أشرت إليه شيخ اي تونسي؟ تونسي من نفس نعم المدينه يعني من راس الجبل، اسال ما الله شاء الله، العظيم ان يشفيه، هو مريض الان ما ما شاء شاء الله الله، رب يعني هو الله الان يشفيه. في 90 من عمره ويعني لا زال بكامل يعني حفظه ويعني عقله، وان ما كان شاء يعني الله يعني اصابه يعني جاته جلطه، لكن يعني ك يعني ادراك ما شاء الله، اللهم بارك، الله اللهم يشفيه بارك، الله يحفظ أو يشفيه يا رب العالمين. العالم، آمين. نعم دكتورة، هنا أستاذتنا الفاضلة هنا يعني سبحان الله، يعني أنت أشرت إلى نقطة أريدك أن تستضيفي فيها قليلا قبل أن ندخل في مسألة التدبر اللي هو حيكون محور معظم الوقت المتبقي إن شاء الله تعالى. يعني أشرت إلى التكوين والأسري وأهميته وإلى وجود
مشايخ قدوة وعلماء قدوة، وأثرتي أيضا إلى تشجيع زوجك ويعني حرصه على أن تكملي مسيرتك العلمية في هذا العلم، ولا شك أن هذا يعني له دور كبير. يعني بعض الأخوات أحيانا تكون تحب العلم الشرعي وتحب هذه العلوم، ولكن بعد ما تتزوج يعني للأسف لا تجد من يشجعها على الاستمرار، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أكيد. لكن أنت أثرتي إلى نقطة، قلتي أنت ألزمتي نفسك ببرنامج، يعني لنقل قلتي أن فيه تنوع، وقلتي أن لكن أنت قلتي لا أنام حتى إلا 4 ساعات. يعني بعض الأخوات يكون عندها هذه الحماسة في دراسة علوم مثلا معينة، وفعلا تريد أن تفيد وعندها هذه النية الصادقة يعني والطيبة، ولكن تبدأ بعد يعني تتشتت، أو يعني كأن تريد تحصل على الإنجاز السريع. فكيف ترى الأستاذة فوزية هذا الأمر، وكيف من خلال تجربتها يعني كيف يصل طالب العلم أو طالبة العلم إلى يتدرج ويصبر وحتى يصل إلى ما لا يريد؟ لأن اليوم كل شيء عصر السرعة، يريدون أن يحصلوا على مثلا الإجازات العلمية بسرعة، فهل هذا ممكن؟ هل هذا يفيد أصلا؟ أحسن الله إليك، بل أنا أقول لعله من مداخل الشيطان لطالبات وطلاب العلم. في نقطتين لعلك يعني أثرتيها في ذلك، من ناحية تشتت الطالبة في الطلب فلعلها تدخل في أكثر من برنامج، يعني وهذا مثلا ما نجده مثلا في برامجنا نحن في مع طالباتنا في نبراس، أو كذلك حتى يعني كذا في أكاديمية نبراس وكذلك في أكاديمية تسارو، أنها ممكن تدخل في عدة برامج فلا تستطيع التوفيق. وهذا نقول لهم دائما، هذا من يعني باب من أبواب الشيطان يفتحه حتى يعني تصاب الطالبة بالفشل وتظن أنها غير قادرة وبالملل على التوفيق. وتخرج. نعم، كذلك في مسألة ثانية، يعني أنه لا ننسى كذلك أن يعني المرأة هي يعني زوجة، عندها التزامات يعني أسرية، عندها التزامات لو كان مثلا عندها أبناء. أنا حقيقة يعني ساعدني في البداية أنه ما كان عندي أبناء، فكان عندي التزامات أسرية، كانت حماتي كذلك معي، فكانت الالتزامات يعني أنه لا يجب أن يعني يعني كيف نقولها، يعني أنه تتقاطع طلبك للعلم مع التزاماتك الأسرية. لكن كل واحد يعني أعطي كل ذي حق حق حقه. أنا أقول دائما يعني أنه ممكن أن تأتي على نفسك، يعني ما تطلب، يعني طلب العلم لا يأتي بالراحة، والمعالي لا تأتي بالراحة، لأن يعني صحيح. سلعة الله غالية، لأن سلعة الله الجنة، فأنت يعني ما تطلبيها براحة يعني جسدك وراحة بالك. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطيك بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في يعني في حياتك كلها. لكن كذلك لابد أنك تعطي كل ذي حق حقه، سواء يعني حق الزوج، حق الأسرة. غالبا الزوج لو يلقى أنه زوجته مقصرة مع أولاده، خاصة يعني مع تربيتهم، مع يعني أو لو يعني في أولويات، لو هي يعني انشغلت عنها، ففي الغالب يعني في الغالب أنه لن يقبل بذلك. فلذلك يعني أنا مسألة التخطيط مسألة مهمة جدا، يعني كيف تخططي يومك. يعني أنت عندك 24 ساعة صراحة، يعني ما شاء الله 24 ساعة يعني كثير، فيها بركة لمن بارك الله سبحانه وتعالى في وقته. كيف تخططي هذه ال 24 ساعة حتى تعطي مجال لطلب العلم، وحتى تعطي كذلك مجال للتعليم، وحتى تعطي كذلك لالتزاماتك الأسرية، سواء يعني أبنائك لو عندك أبناء، سواء الأسرة، الزيارات، بر الوالدين. حقيقة يعني هذا ما لعلنا نراه في الأخوات يعني في طلب العلم، يعني أنها سواء قلنا من ناحية التشتت، سواء من عدم ترتيب الأولويات. يعني أنا مع كل ما ذكرت، لكن يعني شيء يعني لا يعني يغيب عن بالي دائما، أنه عندي واجبات، وأن طلب العلم يأتي بعد ذلك. فواجباتك نحو يعني زوجك، واجباتك نحو أبنائك في تربية أبنائك، هذا واجب. أما طلب العلم فهو فرض كفاية، يعني الثاني فرض عين والثالث فرض كفاية. أنا صحيح. ما في لا أم واحدة تربي الأبناء، لكن في
ممكن شيخات ومعلمات قادرين أن يقدموا ما أقدم وأفضل مما أقدم. فلا يعني هنا أني أزهد في الطلب، لا بالعكس يعني، والحمد لله فضل من الله عز وجل أن يساعدني في التوفيق بين هذا وذاك، لكن يعني في أولويات دائما نضعها في الحسبان، من أولوياتي هي واجباتي الأسرية. لكن لعله مما يساعد على ذلك، على يعني التوفيق، هو إشراكهم في هذه يعني في العمل لله أو في العمل الدعوي، إشراكهم سواء بالرأي، ولعلي أذكر مثلا أني يعني أشاركهم في البرامج، يعني حتى أني أستشيرهم ما رأيكم أن يكون الوقت هذا أو يكون الوقت هذا، حتى تحسدين الأسرة. الأسرة، حتى الأبناء أي الصغار، أي حتى قد أبناء أخذ الصغار أي ما لا رأيكم نعم أن لا يكون فقط عندك في هذا للاصطباح الوقت. فقط دكتورة، تقصدين أن الأسرة أي تشارك في اهتماماتك حتى يعني حتى في إعداد الخطة، يعني أنا نعم أشركهم حتى في إعداد الخطة اليومية الخاصة بي أنا، يعني الخاصة بي أنا طبعا، بما يعني لما يكون معاهم أو لما الوقت المخصص لهم، مش مثلا الوقت اللي هم يكونوا مثلا في المدرسة أو شيء، فمثلا نعم في فهمت البرامج اللي يقدمها، يعني مثلا حتى الآن يعني في رمضان يعني أشركهم في اختيار التوقيت، حتى ما هم شاء الله، يكون فكرة طيبة والله. لما يشاركوك في اختيار التوقيت، فيعني يكون كأنهم هم المسؤولين، نعم فلن يلوموك لماذا أنت الآن مثلا عندك درس، هم أصلا اللي وضعوا التوقيت، هم وضعوا توقيت الدرس، طبعا يعني في الغالب يكون بتوجيه، يعني أني أوجههم إلى ذلك، لكن نعم هذا حقيقة يسموه التوجيه غير المباشر، هذا ذكاء هذه منك يا أستاذة. ساعدتني جدا. يعني من الأشياء الثانية مثلا اللي أشاركهم فيها مثلا أحيانا، يعني أنه يعني أجعلهم مثلا هم من يقرأ القرآن في البداية، أو أني يحضروا معي الدرس فيسألوني وأجيبهم حتى أثناء الدرس، ويعني لعل الأخوات اللي يسمعوا الدرس أحيانا يعني يسمعوني أني أجيب أحد يعني يتكلم بجنبي، هم يكونوا يعني الأولاد يعني بجنبي ويسألوا وأجيبهم، يعني فيشعروا بالشراكة في هذه البرامج. بالشراكة ويحبب إليهم هذا الأمر، أكيد ويشعروا أنهم هم أيضا مسؤولون عنه. أي بإذن الله. نعم نعم جميل، فكرة جيدة وما شاء الله، يعني نستوحي منك العديد من الأفكار، لعل من يتابعنا اليوم وفعلا بعض الأخوات كما قلت تدخل في العمل فتشعر بالتشتت، لا تستطيع كما قلت أن توازن، فهذه أفكار تجعل هناك قدرة على الموازنة بين الواجبات البيتية والواجبات العلمية وغير ذلك، يعني فعلا هذه أفكار جميلة أستاذتنا الفاضلة. أنا أريد أن أركز على نبراس، ما فكرة نبراس؟ كيف انطلقت أنت؟ هل من المؤسسين لها؟ هل كانت لك بصمة في وضعها؟ يعني هذه المؤسسة كيف انطلقت؟ ما مبادئها؟ كيف تشتغلون؟ أعطينا فكرة عنها باعتبار لها علاقة بالتدبر القرآن. نعم، أحسن الله إليك. نبراس بدأت فكرتها كما ذكرت سابقا مع معهد الإمام نافع، لما بدأنا بتقديم دبلوم تدبر القرآن الكريم، ثم يعني بعد ذلك مع الأخوات، يعني منهم الأخت سميحة اللي الآن معنا، والأخت كذلك عاقلة كان لهم فضل في أن تكون يعني أكاديمية متخصصة في ذاك المجال، فطبعا يعني كان تأسيسها من البداية معي مع الأخوات اللي ذكرتهم، ويعني بعض كذلك الأخوات اللي كانوا معي في معهد التدبر، على أساس أننا نقدم برنامج تعليمي حتى يعني يكون يعني شامل للجميع، يعني يقدم للجميع، لا يكون لفئة معينة هنا في الرياض. ثم بعد ذلك تطورت هذه الأكاديمية لتشمل يعني برامج تعليمية متنوعة، طبعا كلها متخصصة في التدبر، فهذا الأساس. يعني حقيقة نحن من البداية يعني أننا نرى أن حفاظ القرآن الكريم، يعني أو هناك فجوة بين حفظ القرآن الكريم والعمل به، وهذا مما صحيح يفتن الناس، صحيح يعني فعلا أنا هذا ممكن صحيح. أتعلم القرآن وممكن متحصلة حتى على الإجازات العشر، لكن ليس لها من خلق القرآن شيء، فهذا أصلا للأسف يعني يفتن الناس أن يروا يعني قرآن من غير أخلاق أو من غير عمل. كذلك هناك جهل كبير يعني حتى من معلمات القرآن بالمعاني صحيح بمعاني بالمعاني، القرآن وفهمه يعني أنه صار التركيز على حفظ الحروف،
وليس حفظ القرآن الكريم. فبدأت هذه الفكرة كيف ننشر العمل بكتاب الله. وهذا حقيقة مفهوم التدبر، يعني التدبر ما الفرق بينه وبين التفكر؟ يعني التفكر هو إعمال الفكر. طيب التدبر ما هو؟ هو التفكر في العواقب، بمعنى ماذا؟ أني التفكر الذي ينبني عليه عمل. نعم. التفكر الذي يعني يعطيني عمل، لا أفكر فقط في الكلمة مثلا أنه لماذا جاء تقديم أو تأخير أو شيء من هذا، هذا جانب علمي، لكن هذا يعطيني عمل أعمل به. ولذلك التفكر في العاقبة هذا الأمر، كما يعني ذكر أبو الدحداح رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، نظر إلى عاقبة هذا الأمر. يعني الله يحثنا على القرض، بمعنى هنا الصدقة، فالله نعم. يحثنا على الصدقة. إذا علمت ذلك معناه ماذا؟ معناه أني أتصدق، معناه فتصدق أني بأفضل ما لديه، فأفضل ببستان لديه، نعم، وكان فيه 600 نخلة. هذا ما نريده. يعني لماذا نقرأ سورة الناس مثلا ونقرأ سورة الفلق ونحن لازلنا خايفين؟ لماذا يعني في الرقية ممكن نقرأ القرآن كله وما يشفى، في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرقون بالفاتحة؟ حقيقة هذه الفجوة بيننا وبين فهم القرآن، بين فهم معاني القرآن وبين كذلك العمل. فحتى أصل أصلا إلى العمل لابد أن أعرف ما المطلوب مني، وحتى أعلم المطلوب مني من خلال هذه الآيات لابد أن أفهم أولا. فهذه تحتاج منهجية، وهذه من فضل الله المنهجية التي وضعتها مع الدكتور محمد الربيع من البداية. كذلك كان لي يعني من كتاب لا بأس دكتورة، لا بأس عليك، الله يرضى علينا عليكم يا رب العالمين، في منهجيات تدبر القرآن الكريم. فكيف يعني كيف أتدبر القرآن الكريم؟ كيف أصل إلى استخراج العمل من الآيات؟ يعني هذا بتبسيط. ثم بعد ذلك كذلك كيف أتربى بالقرآن الكريم؟ وكانت هذه فكرة الجزء 30 والكتاب يعني التربية لأبي الجزء 30، وهو استخراج الجوانب التربوية من جزء عمه. يعني أحيانا نحن ننظر إلى جزء عمه كأنه للصغار، في حين أنه نعم، هو للأسف. يعني حقيقة منهج تربوي أساسي. وسبحان الله هذا من أعجاز القرآن الكريم أصلا أن كان للسور القصيرة التي يسهل حفظها فيها هذا المنهج العظيم، سواء في صحيح غرس صحيح الحديث بالفعل دكتوره استاذتنا الفاضله، بالفعل يعني السور قصير، يعني سوره العصر سوره عظيمه جدا وهي 3 آيات. حتى الامام الشافعي يقول ما معناه انه لو لم ينزل في القران غيرها لكفت الناس بما فيها من معاني جليله. فعلا هذه ملاحظه وهذا جديره بالاهتمام. ليس فقط خاص بسوره العصر بل كل السور. لا يعني لا قصدت كمثال فقط، كمثال. نعم الله إليك. يعني سورة الكوثر منهج كامل في شكر النعم، في استشعار النعم. أمس فقط، أمس أو قبل أمس، يوم الثلاثاء، أمس إحنا اليوم الأربعاء، يوم نعم. الثلاثاء أخذنا منهج عملي لعلاج الحزن والاكتئاب من خلال سورتي الضحى والشرح. يعني منهج عملي، أنا أي من خلال سورة الضحى والشرح، منهج عملي. يعني أعمال 1 2 3، يعني ماذا أفعل إن أصابني الحزن حتى أخرج من هذا الحزن أو أخرج من الاكتئاب. منهج طبي، يعني منهج علمي أصلا، يعني مفصل حتى بترتيب الآيات. فالعمل ليس فقط مثلا أني يعني أقيم الصلاة أني نصلي أو أني أقرأ القرآن الكريم أو أني أتصدق أو أني أزكي أو أني أصوم، لا، كل آية، ما في آية في القرآن الكريم إلا وينبني عمل عليها عمل، أيا كان، سواء عمل قلبي أو عمل جوارح. كذلك الاهتمام قراءة القرآن الكريم، يعني يهتم بالأساس بالقلب أكثر أصلاً من اهتمام بالجوارح. نعم، كنت أريد أستاذتنا الفاضلة في هذا، ما كنت أريد أن أسأل أو أريدك أن تركزي فيه قليلاً، لأن فعلاً التدبر كما قلت التفكر يختلف عن التدبر. التفكر يركز على العقل، التدبر أعتقد له علاقة بالقلب أيضاً، يعني في علاقة بتحريك القلب، أليس كذلك؟ هو أصلا الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
ولذلك الله سبحانه وتعالى طبعا امر بالتفكر في القران الكريم لانه اساس التدبر، يعني ان نعم لم افهم واتذكر لا استطيع التدبر، لكن الانتفاع يكون بالتدبر، واساس التدبر فتح القلب، فتح القلب للعمل بكتاب الله، بكتاب الله عز وجل. كذلك ان القران كله اصلا يركز على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب، القلب، ألا وهي القلب فعلا. نعم وهي القلب. إيه ما طبعا شاء الله. التركيز على الظاهر والباطن، يعني حتى كذلك لا نظن كما قال، يعني كما يقول البعض وخاصة المرجئة، أن الإيمان في القلب، يعني فيكفي أن يكون عندنا تصديق في القلب، لا، عندنا قلب وعندنا كذلك جوارح وعندنا كذلك مظاهر، فمظاهر الإيمان صحيح كذلك من يعني أساس كذلك، يعني من تصديق أصلاً الإيمان، لو صدق الإيمان لصدق العمل الظاهر ولظهر والباطن. السلوك، وظهر ذلك سلوكا في حياتنا. وهذا ما كان حال الصحابة لما فعلا أحسنوا التعامل مع القرآن، كيف تغير سلوكهم وتغيرت تصوراتهم واعتقاداتهم، ومن ثم يعني وضعوا تلك البصمات الرائعة والإنجاز المميز فعلا يعني. وهو نفس الكتاب، لماذا هم تأثروا به ونحن لم نتأثر به؟ هذا سؤال دائما ما يسأل، سبحان الله. حقيقة أن القرآن الكريم، يعني إحنا دائما لما نذكر إعجاز القرآن الكريم نذكر سواء الإعجاز العلمي يعني اللي مناسب لزماننا الآن، سواء كذلك الإعجاز البياني أو اللغوي، وأعظم من هذا وذاك، يعني طبعا أوجه الإعجاز متعددة، لكن أعظم صحيح وجه رأيي لإعجاز القرآن الكريم هو إعجاز المنهج. يعني هي ليس فقط حال الصحابة، انظر إلى مر التاريخ، يعني على الدولة، يعني الفترات المختلفة بحال المسلمين، كيف غير يعني القرآن الكريم وهذا المنهج، وحول يعني الأمة الضعيفة إلى قوية في جميع المجالات. وهذا صحيح إعجاز القرآن الكريم، أنه يعني جعل يعني أنه يعني غير نفوس، لم يغير فقط يعني الصحابة، لم يغير فقط عقيدة الصحابة، لكن عندما نرى يعني نقارن بين الصحابة قبل وبعد، وكأنه ناس ثانيين، غيرهم من فعلا ظاهرا فعلا ظاهرا وباطنا. يعني أبو سفيان هو نفسه اللي كان يقف ذليل بعد صلح الحديبية أمام هرقل ملك الروم، ويعني يسأله ويجعل العرب خلفه حتى يكذبوه وهو زعيم مكة، هو أبو سفيان بعد يعني 4 سنوات من هذه الحادثة يقف على دمشق يعني فتح دمشق، هو نفسه، يعني ما تغير، هو نفسه. ما الذي تغير فيه؟ هو تغير الإيمان فقط، الإيمان نعم بالله عز وجل. هذا إعجاز المنهج الرباني اللي غيرهم يعني ظاهرا وباطنا في الخلق، في الأخلاق، في القيم، في يعني وزادهم يعني حسنا على حسن. فعلا صدقتي أستاذتنا الفاضلة. يعني نحن إن شاء الله سنكون معك في، بالتأكيد أنا إن شاء الله إن كان في العمر بقية يجب أن نقف معك وقفات أعمق حول التدبر وأهميته، ما الذي نريد منه. يعني الله عز وجل يعني كأنه جعل علة نزول القرآن في تدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم، لكن لعلي أريد أنه في منحى آخر، يعني لأن هذا اللقاء هو عبارة عن يعني تعريف بك وبقدرتك، لعل إن شاء الله. والحمد لله نحن في الأكاديمية في المعهد العلمي الأستاذة سميحة قائمة بهذا الدور، بدور يعني كما قلت طرح جزء عام، وأيضا أعتقد أحاول يشرح أجزاء أخرى. هي ليس شرح وإنما سلسلة التدبر في هذه الأجزاء، وفعلا في كل محاضرة يعني يبنى عليها عمل، يعني ليس مجرد التدبر من أجل العمل كما قلتي. أنا أريد أن أسألك بعد هذه التجربة، هل هناك اهتمام للمرأة بالذات بهذا الأمر؟ يعني نحن سنختم، يعني ممكن نزيد 5 دقائق أو نختم، لأن القصار اليوم الحوار قصير. أريد أن أسأل عن المرأة المسلمة، هل هناك اهتمام بهذا الموضوع؟ هو حقيقة الحمد لله يعني في اهتمام للمرأة بهذا بالتدبر،
احنا نراه مثلا من الطالبات واهتمامها، يعني لعله اكثر بكثير من اهتمام الرجال. نعلم صحيح كذلك ان الرجال يعني تشغلهم يعني مشاغل لعلها الخارجيه والاعمال وكذا، لكن كذلك ان نراها مثلا في معلمات، في يعني زياده اهتمام بتدبر القران الكريم، لكن لابد ان ننبه على كذلك ان يكون مضبوط. البعض يظن ان تدبر القران الكريم هو العبارات المنمقه ويعني يعني التغريدات الجميلة والصياغة اللي تكون فيها يعني الحلوة هذه، لكن يعني وليس هو كذلك. كذلك يعني البعض يأخذه مجرد يعني تدبر أو يعني بمعنى الدلالات العلمية للآيات، إنما التدبر بالأساس هو البحث عن العمل، يعني كيف أعمل بكتاب الله، كيف أتخذه منهجا للحياة. ومع ذلك يعني الحمد لله فضل من الله عز وجل، نرى الأقبال في الدورات من النساء كثير، سواء في أكاديمية نبراس، سواء كذلك في أكاديمية تسارف كذلك التي أشرف عليها، ففضل من الله سبحانه وتعالى. أختنا سميحة تقول لو تقدمي للمستمع منهجية في التعامل مع القرآن تزامنا مع رمضان، لعله نعم كنت يعني أريد أن أسأل عن هذا السؤال، ويكون هذا السؤال هو الخاتم وهو المهم اليوم. نحن بارك الله فيها سميحة ذكرتني بهذا الأمر، وهذا كان سبحان الله القلوب عند بعضها يعني كما يقولون. التدبر الآن نحن أمام شهر عظيم هو شهر القرآن، فما هي ماذا يعني تقول الأستاذة فوزية من خلال تجربتك في التدبر، كيف تنصحين الأخوات المسلمات في تعاملهم مع القرآن في هذا الشهر الكريم؟ يعني أقول أن يعني القرآن الكريم نزل في هذا القرآن نور وهو روح، يعني فلا يكون يعني الأخت المسلمة همها عدد الختمات أو همها نهاية السورة أو نهاية القرآن الكريم. يعني أهم شيء أن تضع برنامج لها، أن تضع جدول، يعني خطة، أن يكون لها ولو تدبر آية، يعني ممكن أن يكون مثلا عندها ختمات لا بأس، لكن ولو أن تقف مع آية فتحقق أصلا المراد من نزول القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الله سبحانه وتعالى أنكر على المنافقين عدم تدبرهم للقرآن الكريم، وكذلك على الكفار، فنحن أولى بذلك وأن نتدبر كتاب الله عز وجل. أن لا يكون يعني همك كثرة القراءة بقدر أن يكون همك العمل بالقرآن الكريم، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فأن يكون لديك يعني خطة في سواء قراءة في كتب التفسير، قراءة في كتب التدبر، استخراج عمل من الأعمال، حضور دروس في تدبر القرآن الكريم، أن يعني تأخذي يعني تنظري في هذا الشهر الكريم وكذلك في البقية، يعني هو على كامل السنة، أن تنظري للقرآن كخارطة طريق. يعني أنا يعني لعلي يعني أضرب دائما هذا المثل، أنه واحد يعني تاه في الصحراء فلا ليس لا ليس له سبيل للنجاة، ثم جاءت طائرة من فوق وأرسلت له خارطة فيها طريق النجاة وطريق الخروج من هذا التيه في الصحراء. كيف سيمسك بهذه الخارطة؟ هل سيكتفي فقط بقراءة يعني العناوين وقراءة ما كتب عليها، أو سيبحث عن الطريق الموصلة وسيبحث عن المفتاح وعن السلم وعن يعني كل كلمة المراد منها وكل إشارة المراد منها حتى يصل إلى الهدف؟ وسيجتهد غاية الاجتهاد سبحان الله من أجل النجاة. عفوا يا أخوات، يا أخوات رميساء الله يرضى عليك لو تغلقين الله يحفظك. قلت لك يعني دكتورة فعلا مثال رائع، يعني هو في هذه الحالة هو سيسعى لأن ينجو، كأنك تقولين من نجاتنا عبر هذا الكتاب. الله يرضى عليك، يعني من كان في الصحراء سيتمسك بهذه الخريطة بكل ما أوتي، يعني يجتهد كل ما بما يستطيع في فهم هذه الخريطة للوصول إلى بر النجاة. والله يعني لا تمسكنا بالقرآن الكريم يجب أن يكون أشد. لماذا؟ لأن هذا التائه في الصحراء في النهاية يعني أنه يعني حتى إن لم يصل إلى بر الأمان يعني آخر شيء سيموت ويخسر دنياه، لكننا من لم يتمسك بكتاب الله عز وجل
لا آخرها ليس موت، آخرها عذاب شقاء والعياذ والعياذ بالله، بالله فعلا. شقاء والعياذ بالله. فتمسكنا بهذا الكتاب يجب أن يكون أكثر من تمسك هذا في الصحراء بهذه الخريطة. لو استشعرنا تعظيم القرآن الكريم، لو استشعرنا تعظيم هذا الكتاب، هذا الشعور أصلاً سيجعلنا بإذن الله تعالى نتمسك به ونسعى جاهدين ما تيسر لنا في يعني فهمه والعمل به حتى ننجو. يعني في النهاية هو من سيوصلنا إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. أحسنت سادتنا الفاضلة على هذا الكلام الطيب، والله وددت أن الحوار لا ينتهي لكن لابد أن ينتهي. سبحان الله، يعني ركزت على قولك إنه في شهر رمضان ركزوا على أن يكون لكم برنامج في التدبر القرآني، لا يكون الهمة الإنسان الهدف أن يكثر الختمات، وإنما الهدف أن يزيد رصيده من التدبر، وأن يحول هذا الحالة التدبرية العظيمة ومعها التفكر، يعني يجمع فيها القلب مع العقل لبرنامج عملي، لكي نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، نحن نسدد ونقارب لكي نسعى إلى هذا الأمر، وبالتالي إذا تغيرنا نحن ستتغير الأمة بأسرها. هل من كلمة موجزة، هل من خاتمة تودين أن تختمي بها أستاذتنا الفاضلة؟ يعني بإذن الله تعالى في هذا الشهر إن شاء الله، بإذن الله في رمضان سيكون لنا بإذن الله برنامج في رحلة الإنسان من الخلق إلى الجنان، نتناول فيها بعض المحاور من غاية خلق الإنسان ووظيفته وأهمية القرآن الكريم في حياة الفرد وحاجة الإنسان للنجاة في هذا، يعني في حاجة الإنسان للنجاة من هذا الموقف، موقف الحساب، نأخذ فيه كذلك موقف في الحساب والجنة والنار. لعلنا يعني نأخذ فيه هذا الجانب طبعا مع تدبر القرآن الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن نكون أول العاملين بكتاب الله، أن نكون أول المسلمين. سبحان الله، ونحن نقرأ يعني قوله تعالى يعني وأنا أول المسلمين في سورة الأنعام، وأنا أول المؤمنين في سورة الأعراف، وإن كانت قول للنبي صلى الله عليه وسلم في الأنعام ولموسى في الأعراف، لكننا ونحن نكررها، فأنا أقول أول، يعني أن أسارع وأبادر نعم، وآخذ بالأسباب ما تيسر وأجتهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأعوذ بالله أن أكون قنطرة يمرون عليها إلى الجنة ويلقى بها في النار. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك سادتنا الفاضلة، في الحقيقة لقاء أكثر من مفيد وأكثر من رائع، وأنا على الصعيد الشخصي استفدت منه كثيرا، أسأل الله أن يبارك في جهودك وأن يعني يجعلك منارة لهذا العلم الرائع العظيم عذرا الذي نحتاجه اليوم، علم التدبر القرآني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا استفدتم. كل الشكر والاحترام والتقدير لك، جزاكم الله خيرا على متابعتكم، بإذن الله تعالى يكون لنا إن شاء الله تعالى ربما حوارات أخرى عن التدبر في القرآن الكريم بمعيتك أستاذتنا الفاضلة. بارك الله جهودك وتقبل منك وتقبل الله منا ومنكم، حتى الملتقى، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.